سوريا اتهامها مجموعات إرهابية بالمسؤولية عن أعمال العنف في البلاد. وشيعت حمص الأحد القتلى الخمسة الذين سقطوا برصاص قوات الأمن لدى مشاركتهم أمس في تشييع جنازة 13 شخصا قتلوا الجمعة. ويقول شهود عيان من مدينة سقبة في ريف دمشق أن أكثر من 10,000 شخص شاركوا في تشييع أحد الضحايا. وأطلق المتظاهرون هتافات تدعو إلى إسقاط النظام. يشار إلى أن قوات الأمن لم تتدخل لفض التظاهرة. كما خرج مئات من الناس في مدينة الخالدية بمحافظة حمص في مظاهرات جابت شوارع المدينة، وهتف المتظاهرون بالحرية لسوريا وطلبوا بإسقاط النظام.